حالا هجيبها لكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهنئ الشعب المصري من خلال صفحته على الفيسبوك: أهنئ الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم بحصوله على كأس الأمم الإفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو، إنجازا جديدا يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة، إنجاز يضاف للإنجازات الدائمة لهذا الجيل والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي. طبعا ده كان نص ما كتب على صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مهنئا المنتخب الوطني الأولمبي بالتأهل، أولا بالفوز ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، ثانيا بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020. يعني حاجة جميلة جدا.